السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير والنور والسرور. مرحبا بكم وسهلا، أنا بخير وسهال ورقدت هاك الرقدة اللي ماشي شرعتها ختلة، ختلت الوحدة من عقب ما صليت الفجر لين أمر هالساعة هنا هبحين واعي، يعني قبل ساعة تقريبا أو ساعة ونص، وتمي ترمس في التليفونات وأجاوب على المسجات وعندك ودونك والدنيا مطرجة. وقلت بنزل البرنامج اليوم شو بيكون برنامج كالعادة، شوية مطابخ أدخل أجلس أقرأ وبتي الرقدة، وبرقد أبوي على كرسي المتعارف عليه، كان شي خبر ولا عن قبر الرقاد بنخبركم عنه، ولازم لي تلعب زي شو أسوي حركة اليدين هات بالتلقائيتي لا إرادية، هاي حركة اليد من يشتغل اللسان أومة اليد من أول حرف ها اليد، شفت الياس يشب على ضوء هالنمونة، عفان الله المراد. أقولكم سيرتي تايلند بتكون تاريخ 5، ها اللي بيسيرون 4 أنفار، أنا وصلاح أخوي وإبراهيم توفيج وأسد، ها بنسير بنيلس من تاريخ 5 في الليل بنطير، يعني بنوصل هناك تاريخ 6، حجزنا يعني من تاريخ 6 فندق الأنتر كونتيننتال، بغينا قسم عود يعني غرفتين وصالة ما لقطنا، قالوا أنتوا تأخرتوا، والأخير قالوا أبوي كل حد أبوي بحجرته، قلنا لا حول لا قوة، أعطونا عيل أبوي في أعلى الأدوار اللي فوق، أنا ما أحب إلا المدونة والله حجر فوق في أعلى مكان، لكن اللي منكم عنده واسطة ويعرف حد في فندق الأنتر كونتيننتال يخبرهم، يقولهم بوياي خالد ويا أخوه وبدلوا لهم من 3 حجر لين مكان يكون فيه صالة يعني حسب التيامع فيها ونيلس، ما فينا أي كل حد ينقز بروحه وخلاف، كلنا تيامع في حجرة واحدة البشرات العام ما لقت، كان حد منكم يعني حد ولا شيء يخبر منا فندق الأنتر اللي في اللي قبل سيان باركو، أصلا فندق أنتر كنتر ما في إلا واحد عندهم في بانكوك، هو هالعود العريض اللي مكمل سنة اسكن فيه. يا صديقي أنا ويا المدير يسوي ندور رقم تليفونه ما لقيت غير بلاته، يوم حد يحتاج له ويوم ما احتاج له يظهر اسمه قدامي، الحين كم مرة راح احط اسمه الانتر انتر كنت الانتر فندق ما طاع يظهر هذا النداء وهالاستفسار. محمد انا فداه الوي ابو محمد، انا فداك استفسار بسيط الله يحفظك. آمر بارك الله فيك، استلمت أجب أبو محمد، أنا بدي أحسك بدي هالويه الغالي، أول شيء تقبل الله صيامك الغالي، الدخول يفطر فديت حسك، استلمت تقول؟ نعم استلمت نعم، والإجابة هي أنك في حال أنك عليك أبوي هبايب أو فيك مضار ودل راسكندر أو في ما ميت فيك جنية فيك أم الصروم يفطر في حال أبوي اتنشكته. الله فديت إجابك حلوة، إجابك خلتني أنعش بلا مدخن الغالي، يا الله فيني الريح الأحمر، أنا الغالي الريح الأحمر. أبو محمد دام أنها كسبنا طال عمرك الحديث معاك، عازمينك في العين تيمن لا تربنا، دعوة شبابية وعزيمة خفيفة بنسولف بنقصر الدوب بتسير مرة، حتى تصوير ما بنصور، ردين الشان في والديك نبي يلسك في باقي ركبها بهذا الشيء تشوف الان ركب شو هذا الحين لاني انا تاخرت عليك داق لي تليفون يلا يا جنك رب اللهتك يلا حبيبي يلا 1 دقيقة زاكرني الله يحفظكم، بس على اساس اني يرويني الحبل هذا البر العماني اللي جايبنا عايض جزاه الله خير، جايبنا هالبر الفنان وهالمكه وهالمدينه، يقولون بدل ما تحط ابوي الشوفان حط ابوي اذا عندك حب هريس او حط بر، هم قالوا حب هريس، قلت ابوي انا ابوي عندي اللي اخير، عندي البر العماني وبحط منه، هاي يسمونه بر بعل بس يسقى وقت على المطر يعني وقت الامطار وقت هذا يزرعونه،
هاي الحين شو هاي الحمت الأهيل الحين بتركب حبيب؟ أيوة هذا الزيادة كمان زيادة زيادة تيم يلا خلص. عاش يمين عاش يمين عاش يمين يمين ها؟ يمين إيه عاش يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو. أنت يعرف من بن يمين نتنياهو؟ يعرف بن يمين نتنياهو؟ ما يعرف نتنياهو؟ أنا يمين نتنياهو ما تعرف؟ ما في معلوم. خلى النص حق باكر ونص حق اليوم حسب ما يستوي وايد غريب. حفير بس بس هذاك حق بكره ها؟ هاك حط فيه ملحه ورده في ماء وخلي ودنه داخل الثلاجه زين؟ اوكي هاي بار مروق الحين حبيب؟ نعم يبار ماي زياده؟ يرد ماي زياده عندك هار ماي ركب زين شكرا. ثانك يو. اللوم اليابس الملبب هذا الموت لازم يتلبب اللوم اليابس يوم حق في قاعته تحت العيش مشخول يوم العيش مشخول مشخول عيش في قاعته ولا مطفي لازم اللوم اليابس يتلبب هذا كله ينعق ما يتخلى يلا واللي تخبر هني سنة شو نوعه نحن نستعمل بركم حد من العرب ما يسوى لسبب جايتنا يوينية وحدة يوينية وحدة ما شي فوقها مش هرين لو ثلاثة ميودين حق نستعملها في رمضان واليوم طريت تحمل لك وحدة لي طار بطرشة فنطرش دري ونحطونا شوي يونا عيال ابوي له ألف وحدة حين طرشن يبقى نطشون نطشون لكل حب كل واحد بعطيها فنيال حب عزة عزة الله ابوي ما بيتمنى حتى حق بكرة لحد يطلبني وانا ما داني تطليبات ولا عد ولا داني اعطي حد شيء من مالي انا اي شيء انا احبه انا ما داني اعطي حد اللي احب حق عمري حق عمري ولا داني ولا احب فيه هواي شريك هواي ما احب فيه شريك ولا داني حتى حد يشاركني في اللي انا احبه هذا ابوي ميوب لي انا ولو تنطر في خمره راسك من خلا ما اروح ريحه البر عرب لزن السوق انت ما تخيلن الموضوع حين ما بموضوع بخل انا ما بخيل لله الحمد يا اخي شيء جايز لي انا وعايبني انا في خاطري اعطيه حد او اعطيه ما يا طالبتني ابوي اختي عيالي وليدي بنيتي حفيدي يمكن اعطيه حد مني والطريق ما يهون علي ما يهون علي ما يهون علي اني اعطي حد شيء انا خاطري فيه لو ما بعد جسمته من زمان ولو اني ولو انه شيء عادي ما علي شيء خصوصي متنقصين ب ب ب من من دار لين دير جايني عايض مطرشنا من اخر الدنيا بلادهم من صحم واصليني لين هني لين ابو ظبي بسياره منولين عليه من اخر الدنيا فقير ومطرشنا لين ابو ظبي وقال لي خالد هذا خصوصي حقك يوني مطحون يوني حب قلت له انزين انش وجسم الليلي وازم على الحميد المجيد ما شيء كالف لا يا ابوي لا لو يبتاع في السوق ما شيء مشكله هذا ما شيء الا يوينيه وحده يونيه ما علي ما شيء ما لها اخت يتيمه ما شيء غيرها واسير اجسمها لا والله لا بجسم ولا بعطي حد ومصر على كلامي اني ما داني حد يطلبني وبعد ما داني حد يامر علي وقت الويبه نعم وقت الويبه يوم وقت الاكل ما داني حد يقول لي تصب لي ماء ولا اعطني كلينكس ولا طاولني هالي عدالك ولا ما هذا بعد من الاشياء اللي ما حب البر الحب ياخذ على الاقل ساعتين الى ساعتين ونص سوى ساعتين ونص او ثلاث ساعات فنحن ما نبغى يكون من هرس مره على الاخر لا نبغى شوي تكون الحبه جاسيه شيء بسيط يعني تدور تحت الضرس عسبي تكون لها متعه في اللثم لانك اذا انت بتهرس ايش الفائده حط طحين فك عمرك بالصدع والديانه لكن في حال انك تبغى تغدي شوربه شيء يازم قوامها مثل لسان العصفور لكن بر هذا لا يباله دق طبول ولا صدع ولا ديانه قال قصر على الضوء لين قصر المغرب حط الملاس اول حط الملاس تخبرون بتقولون شو هذا هذا اللوم اليابس اللي في الفوقه يتظهر من يصير وينظر وتعقون العيش يتظهر اللوم اليابس ويتفقص ينحط له شويه مروق ويتفقص على ما تشوف يلا تعال
ايوه بس. والطرف الثاني والطرف واحد بنا واحد بني. ايوه بس يلا مرة زاهر يلا انقفض يلا الحين نحط عليها اللي على تشوفون اللوم اليابس. ايوه الحين بتروحون لريحة اللوم اليابس الحين يروح وبين طعم، لكن انما تعق اللوم اليابس ويازم فنقل مغفي بس على الفاضي ما شي فايدة. لازم اللوم اليابس يبيج في العيشة يبين في الطعم، ولا شو خانته؟ ما لخان ما لخان ولا لأي طعم. يلا سكر جدا يلا بارك الله فيك شكرا حفيد أفهم. يعني لازم من فترة والثانية تسيل له يوم ييته اليوم، ولأنه مخلي اللوم اليابس داخل الجدر مغفي تحرايوز. شو الفايدة؟ منو يستفيد منه؟ منو بيستفيد منه؟ لازم اللوم اليابس من يسير وتنضى الطبخة شلوا اللوم اليابس، بالأخص إذا كان حق الفوقة حق المجبوس يا سلام سلم. اللوم اليابس لازم يتفقص، ما فقصت ما شي فايدة، ما له طعم ما له طعم، بس رنق رنق بس سامان ديقة. تباله طعم من يصير ينضى تظهر 70% من اللوم اليابس وتفقصه وتمرده وترده في جدره، تحط عليه شوية بروق مثل ما شفتوا وترده في جدره، إن كان تحت بتسوي فوقه ولا على هواك. اللوم اليابس عسى تستفيد منه يملبب ينفقص. شكرا. ممكن ناوي تتفلسف بتقول بيمرر، يمرر يوم تكود، يوم بتكود من اللوم اليابس وبتفقصه نعم بيمرر، ما أقول لا، لكن حط الشيء المعتدل وفي حله وفي مكانه وبالقياس وبالقياس. كل إنسان عاد عينه ميزانه هو رغبته، ما تكود هيل بليتين، ترى اللوم اليابس ترى حال حال أي شيء ثاني، قلة زباد وكثرت سماد. يلا أسعد عليكم برهام بسخلاف. ما علينا، كان مشروع منزلي، كان مشروع منزلي، يغير تطور إلى درجة، الدرجة الأحسن أصبح المشروع تطلب أونلاين عندهم موقع، من مشروع منزلي أصبح إلى موقع طويل عريض تقدر تطلب اللي تباه من هالموقع. سيدة الأعمال هذه الله يبارك فيها، سيدة مناضلة مكافحة قوية، قدرت أنها توصل إلى منتجها للعالمية، ابتداء من دولتنا الحبيبة عندها منتج إماراتي بيور بطن وظهر، وصلت إلى العالمية بجهدها الفردي. شو وشو نوعه وشو علمه وشو خبره؟ البراند هذا اسمه عود سيجنتشر. ليش أنا اعتمدت، أنا أوردي اعتمدت روحي وعيبني، وهالبراند جالس الحرمة تشتغل عليه أكثر من حوالي سنة ونص أو سنتين تقريبا من عام الأول، ولين اعتمدته أنا ويازلي واقتنعت فيه، فقلت لها إن شاء الله أني أنا بكون الراعي الرسمي للبراند مالك، وسوينا لها ترتيب في سيلفرج، وحاليا العطر أصبح عالمي، اعتمد من المملكة المتحدة وقرروا وجهزوا لها مكان، سووا لها مكان لعرض البراند هذا، هذا البراند إماراتي عالمي، البراند هذا أصبح إماراتي عالمي. تعالي هاي هذا اللي تشوفونه، أولا هذا قطعة اللي تشوفونها هذه، هاي فقط بالطلب، هذه فقط بالطلب، هذه هدية من صاحبة البراند هذا الخالد الله يبارك فيه، هذه هديتها لي هنا بمناسبة تدشين موقعها أونلاين، هذا اللي تشوفونه هذا يجي بالطلب، ولازم قبل الحشر بعشر. العطر عبارة عن ست روايح مختلفة، ست روايح مختلفة، هذا في حال الوحدة أو الواحد يبونه بهالطريقة، هذا لازم قبل حشر بعشر ومكلف، هذا مكلف، هذا نفسه هن في السن ستة المضارب، هايل ستة المضارب اللي داخل هايل، هن في السن هايل. عيت الريح هذا اللي هي مسنعتنا ومخلطتنا هي هذه
عشقها الموضوع هذا، مش إلا هو عشق، فحولت عشقها هذا إلى بزنس. البزنس هذا اللي تشوفونه حصل تغليف أحسن عن الممتاز، وجودة في التصنيع والتركيز بعد أحسن عن الممتاز، ونوع البكينج واللف والتصنيع الغراش من البلاد اللي جاي منها الغراش هذا غير عن المعتاد، والروايح اللي موجودة غير عن الروايح اللي نحن نعرفها، هبلة مخلط أو ريحة ورد أو لا، في أشياء ما حد شد روحها، في روايح تختص فقط في هالبراند، غير مكرر غير مألوف عند أي على دهن العود، وشيء فرنسي، شيء مخلوط فرنسي على دهن عود، لكن مش دهن عود اللي انتو تعرفونه، لا، مخفف طريقة انك تقدر تتروح منه في القيض، في الصيوف، في الحرارة، وشيء منه بعد يختلف ريحته فرنسي ريج، لكن من الروائح اللي ما شد روحنا منها، مش من اللي موجودة حين في السوق، من تشوف اي مضرب شدك شد نظرك المضرب وتلقط الريحة صهوار ريج، أو أول ما تستعمله ريح تخنين يغير بعد شوية يرد شرات السهيجة أو شرات الغبار أو شرات ريحة الدويب. كل الأسامي مال العطورات هاي للستة كل واحد أسمي يختلف عن الثاني، غير إذا بتجمعهن كلهن معناهن لولو، لكن هذا في بلد اسم اللولو وهذا في بلد اسم اللولو، ست بلادين موجودة، ست من البلدان معنى الكلمة هذه هي لولو. روحت منهن كلهن وكل واحد منهن أخير عن الثاني، ما في وجهة ولا واحد بالمية تشابه بين العطورات، ولا واحد منهن يشابه ربيعه، كلهن فرق السماء عن الأرض، والإنسان على حسب اللي يبى وشو يبغي وشو يعيبه وشو ما يعيبه. ستة أنواع، بنحط لكم الرابط والطريقة وطريقة الطلب أونلاين، ولكن بنرد نخبركم عن طريقة الصندوق هذا، واللي يطلب منه هذا شيء آخر، هذا روحه تكلفته على فكرة وايد غالي، لأن هاي روح نسوي مذهب ما أدش قايل، ويسد لنا اسم خالد بعد استغفر الله العظيم، نسوي سوالف زين، شيء فنان ماشي شراته، وشيء خدمة ولايتية الله يرزجها ويحفظها ويخليني يا رب العالمين ويطول بعمري ويبارك فيه. الموقع موقع ظريف وجميل وأنيق، وسهل أنك أنت تطلب منه، وسهل أنك تتعرف على المنتج مالك، وسهل والدفع عند التسليم، وقت ما تستلم سامانك تدفع قيمته، شيء فنان وما شيء شراته. أكثر شيء مبسوط أنه قدرت توصل للعالمية على فكرة، بس اعتمدوا العطر هذا مش بس في بريطانيا، اعتمدوه حتى في ألمانيا، فبيفتح فرعين، فرع فقط في سيلفرج، ما شيء في أي مكان لمدة 3 سنين فقط في سيلفرج، وفي ألمانيا أظن في عدة مناطق، لكن في لندن فقط في سيلفرج. الحمد لله حصلت كاونتر زين، عطوها السعر مناسب، انه يعتمد من ابحاثهم اللي في بريطانيا، هذا روحه ارضاء الذوق الانجليزي والموافقات هاي تاخذ نطه ونطيطه، من متى وهي تركض دمبك ساير دمبك جاي، ساير لندن وجاي من لندن، ساير من لندن وجاي من لندن، كل لاجل هذا الموضوع، والحمد لله شيء براند مشرف وشيء جميل في منتهى الروعه، والله يبارك لها ويرزجها إن شاء الله من حيث لا تحتسب. الكل منكم الجميع لازم يعرف أن البراند هذا غالي مش رخيص، العطر هذا أبدا مش رخيص، لا تحرونه سعره عادي، سعره غالي مش رخيص أبدا أبدا، للي يتحرنه يعني في متناول يد، لا وقت ظهور المعاش الواحد يروم، وقت يكون نص الشهر ما ظني الواحد شوي لتش، يلا نوقف جلا. مثل ما قلنا لكم مستوى الدنيا، الزين غالي ثمن، والزين سعره فيه
نسيت أخبركم ترى التوصيل والضريبة على هل بالموقع روحهم التوصيل والضريبة يوصلون لين عندكم ترى عليهم والضريبة ترى عليهم لا تقولون ما قلت لكم أنا نسيت والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد كيف حالك شو أخبارك عساك بخير وش حال عيالك وهلك عساهم كلهم خير وسهلة الله يعطيكم الصحة والعافية رب العالمين. اسمعني أنا أمس مطرش في السناب أني أنا رايح عمان أصحار معزوم على الفطور هالكلام أمس وبعد ما تفطرت الله يسلمك صرت ويت لواء بعد صلاة العشاء بعد صلاة التراويح صرت عند ربيع هناك وتفاولت وياه وبعدين صرت عزة في شناص حلو أبو محمد بعد ما أكلت هذاك المكبوس السراطي الغاوي مكبوس دياي جيت على البطيخ ما أقاوم في البطيخ الأحمر وصرت 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 بس صرت خفيف يعني ما أكلت هذاك الزود وايد بليف مي وماشي والله عاد بعدين شندخت يعني تعبت يعني رقاد قلت وينك يا إبراهيم بويا روح صلي صلاة الفجر وحط هذا راسك الصغير ورقد اي والله وصرت وصليت اللهم لك الحمد والشكر وصرت ورقدت وعاد اليوم أنا ناوي أرد العين بس إن شاء الله ما يقولوا لي شو اسمه تفطر اي نعم عاد طلعت أنا شوية رحت أخذ لي شوية لفة هني في صحار قبل ما أرد والحين عاد سووا لي تليفون قالوا لي يلا تعال عاد بسير لهم وبترخص منهم انزين يا أبو محمد بعد ما خلصنا ودينا الواجب في صحاء في شناس الله يسلمك رديت وين صحار مرة ثانية عند ربعي وعاد يوم رديت عندهم سحرت عندهم كلت هذاك المكبوس يا أبو محمد والله أنه صراطي مكبوس دياي لذيذ ويا أشار وروب أني أول مرة في رمضان أكل أكل هاللون يعني هالشكل أقول بسني الحمد لله ورد مرة ثانية وصرت آخر شيء قلت لا يا إبراهيم وقف قم 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 شل بعمرك صرت خسن اي والله وصدق هالكلام والله العظيم صدق محمد ما شاء الله ما شاء الله على الشباب كلهم ونعومك فيهم من كرام من طيب من اخلاق من حفاوة والله ما قصروا يا ابو محمد جزاهم الله الف خير هالعمال ما قصروا بيض الله ويوهم وافين من راسهم لين ريولهم اي والله بيض الله ويوهم بس تعال انا بعد ما اعطيتك المعلومة الثانية يوم رحت بعد يوم صرت لوا عند ربيعي اتقهوى لقيت فرني عنده والفرني والله ما قاوم منه يا ابو محمد واني اسرط هذاك الصحن لكن ما طعت خلصة استحيت بيقول هذا ابوي صاروط ابراهيم افه اي والله فقلت كلت نص بس ولا في خاطري والله اني خلصه ويقول لي كلها اقول لا لا بس ولين الحين ضاربني في راسي كل شيء اسوي لا حول ولا قوه متعايزت اليوم اظهر وقلت في يوم الحين انا اللي متعايز هي سير على الجماعه هاي السلام عليكم عنبرو عنبرو يا عنبرو عنبرو اي 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 كرهتي المكروه قطعة توني عنبرو يا عنبرو سرق ربي وضربو اللي منكم يشتكي من هالعوق في الأشجار في الحمضيات وفي الهنبة بالذات هذا أبو عوقه مد من الجو بس هذا من كثرة الأملاح في الأرض التربة كلها أملاح طريقة الوقاية والعلاج منه علاج يكون الله يحفظكم هيومك أسد مع شيء اسمه فالفيك أسد هذا خليط جاهز هذا الخليط الله يسلمك شو بتسوي ينشط الجذور ويخلص التربة من يسوي للأرض استصلاح ويغذي التربة ويقويها وينظف العروق عروق للشيرة تتنظف كيف تتنظف عروق للشيرة تتنظف من الكلس اللي مترسب من الأملاح وكاتم على أنفاس للشيرة كيف كاتم على أنفاس للشيرة يوم أنت حين يا الإنسان
شيء عوق في بطنك قبل ما تتعالج، لو يجيبون لك شيء منزل من السماء مستحيل تغدي بخير. لازم اول شيء تعالج العوق وعقب تغدي بخير. فلذلك هذا اللي تشوفونه الهيومك اسيد ما يخوزه هو اللي يعالج العروق ويعالج التربه من تحت. اي دواء اي سماد انت بتحطه للزراعه الشيرة ما راح تستفيد منه. شو السبب؟ لانها عويج، علاجها تحت يديك انت يا الانسان. اول شيء اي تربه بتكون تعبانه، بالاخص من الماء يكون فيه ملوحه والتربه فيها ملوحه، فشو تتعالج منه؟ كيف تعالج التربه؟ لازم الهيومك اسيد، هذا خواص الهيومك اسيد يفتت الكلس والاملاح اللي موجوده في التربه، ينظف العروق مثل الفلتريشن، يفلتر العروق. وهذا كل الشيرة من هالشيار الحوض هذا بكبره ثلاث خواشيق جمال اكل دور ما دارها. الكيلو يسد 100 شيره، الكيلو يسد 100 شيره، خاشوقتين طعام من هاي او ثلاث ان كثرت. يساعد على عدم تكلس الارض ويفتت خواص الاملاح اللي دور ما دار الجذور، ويخلي الجذور بيضه شرات البريسم، يخلي الجذور بيضه ترد بيضه. الحين لو تحفرون تحت الزراعه بتلقطون سوده حمده، ترى ملوحه وتعفن، وين بتتنسخ الشيره؟ لازم بتتحرك بتتغربل. فالهيومك اسيد هذا وايد زين للتربه، ينظفها زين ما زين. والفلفك اسيد اللي وياه هذا يساعد الهيومك اسيد، الحمض الهيومك اسيد، على سرعه التحلل وبسرعه تحصل الناتج. فلذلك النتيجه تلقطها في خلال 3 اسابيع، ما بثلاث شهور او 4 شهور شرات الاسمده العضويه العاديه، لا، هذا في خلال 2-3 اسابيع تلقط غل الورق وتلقط الناتج، استوى من اروع ما يكون. هيومك اسيد موجود لك 600 شركه تيبه، شيء من الشركات تبيع غالي، شيء من رخيص، شيء وهو لونه على ما تشوفونه لون افتح عاد افتح يا الله يا الله يا الله، تحرى سخام ومطحون. ولازم حين من عقب ما تحط حينه لازم يباله رش بالتربه، التربه لازم يباله رش كثير وايد، يباله رش غمر لازم، وعقبها بيومين تجلب التربه، وعقبها ب3-4 ايام بعد ترش الماء تسجي لكن بطريقه شوي اخف، لين ترد تسجي بالطريقه اللي انت تباها. دام انت جالس في ارض فيها اصبخه، فيها الارض فيها ملوحه، لازم تحط في بالك انك انت لازم تستمر على الهيومك اسيد ضروري. دام اكتبه غل ورق جديد يظهر خضر، ورق خضر جديد يظهر ناتج جميل، تبقي غل ورق، لازم انك انت تعطي الهيومك اسيد ضروري لجل ان الشيرة تروم تتغذى. هذه حينه الهيومك اسيد عبارة عن، شفتوا الفلتر اللي ينظف الهيومك اسيد، نظف المكان، عقب اي سماد بتحطه حق الشيرة للشيارة بتستفيد منه. الحين هي فقيرة لو تحط لها السماد، شفت اللي يأكل ما يعقل الأكل في ثمه، عقه وراه شي شكل الشيارة حينة. هل تشوفون تحريج هذا اللي يظهر؟ هذا كله من نقص العناصر، مهما تحط من الفيتامينات، من المركبات، من الأشياء اللي تنفع للشيارة، للشيارة ما تستفيد منه، لأنها العروق مسكرة. انفخ يا شريم، قال مهنا برطم، كيف بينفخ شريم وبرطم ما شيء؟ العروق مسكرات، وين بيتنسخ الشير؟ وين بياكل؟ وين بيتغذى؟ كله مسكر. صح شامبيه؟ صح. بارك الله فيك. واللي اهم عن هذا وهذاك، ضروري انك تاخذ الشيء هذا من شركه ابو ظبي لصناعه الاسمده. شركه ابو ظبي لصناعه الاسمده، تصير لهم ويعطونك اللي انت تباه، تقولهم عن الحاله، في مهندسين شيء ابوي، ناس خبراء، اهتمامهم جل، اهتمامهم لخدمة المجتمع، مش بس كتجارة. هاي شركة وطنية في دولة الإمارات موجودة، وبالأخص في عاصمتنا الحبيبة في أبو ظبي. في يبون من الصين، من ألمانيا، من كل بلاد الدنيا، لكن أهم مصدر تقدر تستقيه اللي هي شركة أبو ظبي لصناعة الأسمدة اللي موقعها في مصفح. صح؟ صح، رقم واحد. ما أقول عنك شيء. تشوفون الأرض
الارض شين جلبت دبسيه من عقب هذا من تجيه الماء تغدي هنمون الارض. هذا وايد ضروري، هذا اسمه استصلاح الارض. استصلاح الارض يعني الارض خلاص الاملاح والصباخ ظهرت خاري فتاثرت الارض، فتازم تكتم على انفاس الشيره. ما تسمع يوم يقول لك اللي علته في بطنه وين بتيه العافيه؟ الحين هن علته الشيره من العروق، من العروق يوم علته في عروقها وين بتيه العافيه؟ فقير ما تروم، لو تبى تسوي ليه تسوي، ما شيء فايده. لو بتجيب لها عسل تسجيها ما بتصفد كار. والسبب شو؟ لان العروق مسكره، العروق بشرب مثل ما قلت لكم شرات اللي ياكل ما يعقل لك اللي في ثمه عقه ورا علباه، ما شيء فايده. هذا كلام خالد عن خالدي علين داخل قطر هذا عبد بسيم سيم هذا شوف. هذا محدثكم خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي. وين موجود انا؟ موجود في سيارتي من الخلف. ومنو يسوق ابن سعيد بن خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي؟ واللي عداله واحد اسمه مستر صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي. وين سايرين صلاح نحن؟ وي خالوه. منو خالوه؟ بسيف. بيتم سيف. هي بي. لا ما بس العيد ادو دبي شوي دبي ام مريم زين ما شي مشكله بس ما شي بتصير سلم على ام مريم في العيد؟ ايه ما بي وين احنا اول يوم العيد بنسير حبيبي في الليل في الليل يوم العيد في الليل بنسافر بالليل ايه تاريخ 5 بنسافر بواحيرك تصير دبي وترد؟ ايه ما بتروم ان شاء الله. هذا سعيد بن خالد بتصير ويانا بانكوك انت تبع؟ فوعد كلام. والله ابو بقل يا حبيبي انا مطوع وين تقول لي تعال بانكوك؟ هو قال لك؟ هو قال لك؟ انت قلت لي صلاح قلت لي كذا 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 ها؟ كذا 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 يقول تكذب او انه؟ انت كذاب خيخ ما يازت له الرمسه ما يازت له. ادري ارفع التليفون فوق خلنا نسمع يا الله منك. خيخ خيخ انت وين؟ ساير بيت خالتي خاديه خالتي ما شاء الله عليك الصلاه. وين خالتك وين؟ فريج التيار فريج التيار فريج التيار خيخ انت خيخ ساير تاخذ فلوس منا قريب وكذا طب ما جاي عبد الله وياسر عيال خالي محمد بن سعيد مخدي جاي من الشبه من دبي بنتوايه كلنا بتيامع بيت خالتي عند في ميلسم هناك ان شاء الله هناك عاد قدامنا عبد الله بن درويش وسيف بن درويش وحميد بن درويش وراشد بن درويش واحمد بن درويش وعبد الله بن عبد الله وسيف واحمد وحميد وراشد يا ربي ليكون نسيت حد يا عثرتنا المراه عاد طاف وعيالهم الله يحفظهم منو داق اللي ضنكم؟ هذا احمد بن خالد وسعيد بن خالد وراشد بن خلف وصلاح بن احمد وخلف بن احمد وهذا انا ما شاء الله علي. ايش حالك ولد خالتي؟ الحمد لله. نحن انا متفق ويا ياسر بن خديجه متفق انا ويا ياسر زياره عائليه ما بزياره ارحام زياره اهل. قال لي نحن بنسوي زياره اهل. قلت له كيف؟ قال لي بنسير بيت خالتي بنسير بيت عموتي. هو يقول بيت عموته اللي هي خالتي انا وبنتلاقى ضربه. عاد الحين احنا اول ما يبي عبد الله بن درويش انا واخوي خلف وعيالي ويا منو ياسر بن خديجه ويا عبد الله بن خديجه وعمر نزيل عمر بن خديجه فيو كلهم ضربه. عاد عبد الله بن درويش يقول لي ما شاء الله شو هالصدفة؟ قلت ابوي ما بصدفة ها تخطيط ابوي من هذا هذا كبيرهم علمهم السحر هذا هو راعي الشور هذا شار علينا بهالشور ويينا. وصلاح ما شاء الله مبسوط وفرحان. صلاح منو هذا؟ منو هذا؟ منو؟ عبد الله ولد منو؟ خديجة لا
ولد عبد الله بن محمد بن سعيد. سعيد امه خديجه خديجه بتامل نسيت هذاك منو بيت ناس لا هذاك اخوه اخوه منو يمه عمر عمر وين تعرفه تعرفه مس عمر عمر بن محمد بن خديجه اي خديجه بن سعيد بن خديجه هذاك ولد خالي مدي شحالك حبيبي بخير طب حالك الحمد لله ترى خليتني الله يهديك الحمد والله مرحبا لا تضحك يا طفس صرح ليش تضحك صرح ليش يعني ليش تضحك ما عايش كلام يعني ما اقول لولد خالي ايش انت ترى ولد خالك انت بعد في عام نزيد شحالك الحبيب بخير طب حالك الحمد لله طول عمرك يا رب العالمين حافظ على الزين حافظ على الزين هنا ابو عمر من دس والله مرحبا 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 بالورد ورد حلوه ايه العروس وايدات يا ابو ايه خيخ هذا بعين ابوك كل حد تعطيته المشيخه والله مليون مرحبا هلا هلا مرحبا مليون مرحبا سايدي عاد الحين ظهرنا من القسم النساء الرجالي وسايدين الحين القسم النسائي داخل النسائي داخل هناك حين هناك هناك وين فلت خالتي الأول الله يرحمها إن شاء الله حين مسيرين سعيد بن خالد وصلاح بن أحمد وأحمد بن خالد وراشد بن خلف أبوي ميلس بيسات صلاح منو هذا صلاح هذا فارس بن عبد الله أسميك تعرف الحلو يا صلاح بس أربعة أيام خلي يوديك وعبد الله كيف حالك؟ الأمور طيبة؟ تستاهل دوم إن شاء الله دوم صلاح خلي خالد يوديك عشرة أيام أنا وأنت آه صلاح تعرف يا هاي منو؟ أما البحر هذا أبو الهامور هذا اللي طرش لك الهامور بس أنا بنكو ها اقول لك انا معاك انا بدون بدون ما بي عايزل صيف مجد صعب ها سجلت فيزكس 1 و 2 وكارك صلاح تعرف هذاك منو ليه ها هذاك ايه ما تعرفه لا هذا ابو خالد خالد ابو خالد صلاح ايه بانكوك يبقى هذا بعد من واخذ الكبار شيبة بن سعيد صلاح مصر مو هذا اللي بتلحف مو هذا ما يبي حد يعرفه منو بل عيسى بعد صورتي خالي ها صور خالي صلاح بسير مصر له لا ما صار ولا تايلند؟ خلافة يقول لك أنت. هذا اللي تشوفونه هذا أبو جاينا عسل غاف من واسمه بمناسبة عام التسامح. وين؟ خالد؟ خالد بن بطي الشامسي. تبارك الله عليكم. الله ما شاء الله عليه. خلي. نوعية جيد وفنان ورقم واحد جاي من عند العرب هاي. عقوم العيماني هذا شكرا جزيلا قالهم ابوي اطو خالد مدام هناك عندكم في الميلس محمد كان عنده محمد بن عبد الله زين هذا شوف وياه وهذا حتى قرطاس وياه يا ابوكم يا الاول النوخذه ولا يصور حد ولا شياته هاي يقول لك من شرب من ماهم ما يسلم من حماهم وحينه هذا الفقير ابوي ما يبي يصور هذا عيسى بوياس عيسى بن سعيد القبيسي قال ابوي انا من تظهروني في التصوير
طالع من تظهروني في التصوير استويت ابوي مشاكل علي حاط عمره شنق بن عنق يوم انت ابوي ثلاث تذرع منو درابك منو درابك يا ريال انت ثلاث تذرع الحين الله سوي لي زوم بعد صلاح تعرفه هذا لا حبيبها ما بخلافه هذا عيسى عيسى بن سعيد بس عليك يا ابو عبد الله بس عليك يا ريال صحن هالمثل او تسوي رجيم هذا يعني بس عن الملوحه زين زين ما تسوي الا زين شو تبى الحين عسلي انت ابى اشوف اذا في عنوان اسد ما في عنوان عسل غاف عسل غاف هو شيء في دبي ابو محمد شيء في دبي هي والله شيء عارف المحل نسيت والله شو اسم المحل شو اسمه محمد جمعيه ورعه فاتحين مكان هنا شو لك يا حينه منو حين الجمهور اذا اكيد بحد بيعرف خبرك بعد بروح هذا اسد ابوي وصل بميلس القبيسات مرحبا باسد الحلو لابس البوشية مرولة سلم علي مرولة سلم علي ما الحلو لابس البوشية مرولة سلم علي صلاح هذا كله ولا الحين إماراتي نفرات ممنوع روح تايلاند إماراتي شيخ أرباب ملالة شيخ الله يحفظكم حطيت لكم على حساب الجماعة اللي عندهم العسل مال القاف العسل مال القاف حطيت لكم حساب عندهم عدة أشياء هم عبارة عن مطعم أظني ومطعم وكوفي ويبيعون عسل وأهم منتجاتهم اللي أنا أخبر عنه أنا ما خصني شو عندهم شو ما عندهم أهم شيء ما عندهم اللي هو الأورجانيك حتى العسل الغاف هذا أورغانيك ما في أي تطعيم ولا كيماوي ولا تربية ولا ما أدري شو ولا طحنة الزمان كل من أربع ما يكون تحت مسؤوليتي عسلهم 100% غالي شوية لكن من أحسن ما يكون وهل حطيتكم عنوانه أعطوني أنا من ساعة وتسامع عنه من كذا سنة ويرمسون عن الدوم الجماعة في كل ميلس يرمسون عنه يا غير أنا شوف العين ما شفت من ساعة طرشوا لي منه ويا زليل بغيت أخبركم للي يبقى عسل القاف صلاح ودرت شاي خلي شاي ولي خليني بيحط لك عين على الشاي صلاح هذا جمال إيه؟ جمال الشعفار إيه؟ قول له شحال حمود بخير خير والجماعة كلهم خير خير زين الحمد لله هلين هلا ابو خلود مرحبتين الحبيب هلا معلوم بويا يا مرحبا يا مرحبا شو المفاجأة الحلوة هذه صلاح حبيبي انت معزوم مو بعزيمة البيت بيتك الغالي واللي عدالك ياسر من خدي مرة مقول شيء اللي يامره حاضرين ياسر مرم عليك الله يحفظكم ان شاء الله ويسلمكم وبطرش لك خالد سومنا فيديو حمود طالعه الزيد يوم يسمع صوت صلاح شو يسوي الله يحفظكم صلاح تعال